طيب، بدأنا المحاضرة الماضية نحكي في الفريز بيست ماشين ترانسليشن مودلز، وحكينا إنه هذه المودلز هي الستاندرد موديل كانت لغاية 2017، وإن الفكرة إنه تقسيم الموديل لمجموعة من العبارات سيجمنتيشن أول خطوة. الخطوة الثانية إنه كل فريز بروح بترجمه للغة اللي أنا بدي إياها، وبعدين بعمل إعادة ترتيب للفريزز. طبعا بدي أبني بدل ما كان ترانسليشن تيبل، في عندي فريز ترانسليشن تيبل، وفي هنا عندي الفاي اللي هي فريز probability. وهنا مثال زي ما شفنا المحاضرة الماضية. و بالنسبة لجزئية الموديلينج، يعني احنا قسمنا الموضوع، انا عندي الترانسليشن موديل ولانجويج موديل، هدول الجزئيتين انا عندي في الاستاتستيكال ماشين ترانسليشن. وحكينا انه هذه الجزئية هذه بدنا نفكفكها، تمام، نعملها دي كومبوز. فهي عبارة عن حاصل ضرب الفاي والدي، اللي هي انا عندي فريز ترانسليشن probability فاي بالإضافة للريوردرينج probability دي. وشفنا مثال على الديستانس هاي كيف نحسبها، وشفنا كيف ممكن انه نعمل تريننج. بدنا نجيب الفريز ترانسليشن تيبل، وحكينا انه احنا ممكن يكون في عندي ثلاث خطوات من برا للكوربوس. ممكن اول خطوة اعمل الاينمنت باستخدام الاي بي ام موديل اللي احنا اخذناه في المحاضرة السابقة، وبعدين بدي اطلع الفريزز، وبعدين بدي اعمل سكور لهدول الفريزز. هذا مثال على الالاينمنت. شفنا الالاينمنت انه يكون كونسيستنت ومش كونسيستنت. والفريز اكستراكشن شفنا هنا كيف ممكن انه انا اطلع يعني كل البوسيبل فريزز. بدينا من اصغر فريز، وبدينا يعني نكبر في الفريز اكبر واكبر. شفنا عدة امثلة انا عندي هنا، وحنرجع لموضوع الفريزز بعد هيك، تمام. بعد هيك ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل فريز اكستراكشن، وبعدين بدي اعمل هوم سكورينج، تمام. وبدي السكورينج هذا استخدمه من خلال الريلاتيف فريكوانسي اللي هو الكاونت، انه قديش العباره هذه بالانجليزي بتيجي مع العباره هذه بالفورين لانجويج على كل العبارات، تمام. وحكينا انه ممكن نستخدم الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن، انه بده يكون في عندي اول حاجه انه كلهم بعطيهم نفس البروبابيليتي في الانيشاليزيشن، بعدين في عندي خطوه الاكسبكتيشن، بعدين خطوه الماكسمايزيشن، تمام. فهنا انه انا بدي اعمل استيميت لللايكليهود لكل السنتنس بير، وبعدين هنا بدي اعيد احسب الكاونت، تمام. وبعدين بدي اعمل ابديت للترانسليشن probability وارجع الكره كمان مره. وحكينا انه ممكن يصير في عندي اوفر فيت، يعني انه ممكن انه هو يصير حافظ الجمل كلها بالكامل مش حتى عبارات. وحكينا انه ممكن هاي الشغله نعملها بالليمت بعدد الكلمات اللي ممكن، اقصى عدد للكلمات في العباره. وحكينا انه في التريننج في عندي مشكله انه doesn't fit للميموري، وشفنا كيف بدنا نحلها، ونفس الشيء بالنسبه للديكود، تمام. الان نيجي للادفانسد موديلينج. طيب، حكينا في يعني في الادفانسد موديلينج انا ايش بدي اسوي؟ في انا عندي ثلاثه موديل، الفريز ترانسليشن موديل الفاي، والري اوردرنج موديل الدي، واللانجويج موديل اللي هو الالعاب. هدول ايش بدي اسوي يعني في الادفانس موديلينج؟ احنا الثلاثه هدول انه يعني جوينت مع بعض، كومبايند مع بعض. هنا ايش بدي اسوي؟ بدي اعطي لكل واحد ويت منفصل. فبدي انه انا تكون انا عندي 3 سب موديلز انه بشكل مستقل، وكل واحد اعطي له ويت بيختلف عن الثاني. فبالتالي انا عندي هنا لامدا للفاي للفريز ترانسليشن موديل، ولامدا للدي للري اوردرنج موديل، ولامدا لللانجويج موديل، تمام. فبالتالي انه هنا هي
الويت هذه وهذه الويت وهذه الويت، هاي حطيتها في المعادلة، يبقى نفس المعادلة اللي فاتت واللي أصلاً مرت علينا المحاضرة الماضية، وبس مجرد إنه أنا بدي أحط ويت لكل موديل. تمام؟ طبعاً اللوج لينير طبعا احنا هذا الكلام حكيناه سابقا، انه احنا عادة في الاستاتستيكال مودلز انه عادة بيكون البروبابيليتي انه القيمة تبعتها صغيرة، وعشان هيك دائما انا بطبق اللوج فيها عشان اتخلص من العمليات اللي بيكون فيها حاصل ضرب، لانه رقم 10 صغير ضرب رقم 10 صغير بصير بيتضاءل الارقام، فعشان هيك بدخل اللوج دائما على المعادلات، فبتخلص من الضرب بصير جمع. تمام؟ فانا عندي هنا بروح بقى ايش بسوي؟ بروح بعرف عدد الفانكشنز، انا عندي بسميها الفيتشر فانكشنز، انا عندي ثلاثة فانكشنز. تمام؟ اللي هي الراندوم فاريبل اكس، تمام؟ وانا عندي ال H1 هي عبارة عن اللوج تبع الفاي، وال H2 هي عبارة عن اللوج تبع الدي، وال H3 هي اللوج تبع اللانجويج موديل. تمام؟ وبروح بدخلهم انا عندي في معادلة بهذا الشكل، فبالتالي لما اطبق انه ويتد مع لوج لينير موديل، فبالتالي البروبابيليتي انه الانجليش وورد هذه given an alignment الانجليش وورد هذه البروبابيليتي انه الانجليش هذه انه مع alignment معين given foreign phrase هي عبارة عن انه الاكسبوننشال للفاي، وهذه عبارة عن دخلنا لوج للبروبابيليتي، تمام، واللامدا للدي للوج تبع البروبابيليتي، و اللامدا تبع اللانجوج موديل، واللوج تبع البروبابيليتي تبعت اللانجوج موديل. لاحظوا هنا انه احنا كانت هنا محطوطه انا عندي زي هيك، تمام، لما دخلت عليها اللوج تنزل تحت، تمام، وصار ايش كمان انه انا عندي هنا زائد بدل ما كانوا حاصل ضرب مع بعض. تمام؟ كيف؟ أكيد أنت لو بدك تشتغلي statistical بلزم إنه أنت تكوني فاهمة هذه القوانين، ولما تيجي تعملي بيبر أنت في عندك بيحكي على جزئية ال language model إنه هو بيعمل في عليها improvement، ال translation model بيعمل عليها improvement، فهذه الشغلات إنه لازم إنه أنت تكوني أما إنه قصدك إنه أنت بشكل عملي إذا أنت بتشتغلي probabilistic machine translation يعني متاح هذا الإشي، لا يعني لو أنتم بدكم تعملوا في تجارب زي ما شفنا في التمبليت تبع البروجكت، مش أنا في عندي موديل واحد وموديل اثنين، أحد المودلز هذه ممكن يكون probabilistic لو أنتم حابين تشتغلوا عليه. طيب نيجي للاوبريشن سيكونس موديل. يبقى الادفانس موديلنج باختصار شو يعني عملنا؟ يعني مجرد انه انا يعني اعطيت ويت لكل سب موديل، اعطيته اهميه معينه ويت معين، واللوج لينير انه انا عملت فورميليشن لهذه الشغله انه هي عباره عن يعني اتش فانكشن فيتشر فانكشن اتش 1 اتش 2 اتش 3 وممكن اضيف اتش 4 اتش 5 قد ما بدي، تمام، وهدول بعملهم كومباينيشن بويت معين. طيب نيجي الان لموضوع الاوبريشن سيكونس، نيجي للكريتيك الاول او المشكله الاولى اللي هي عباره عن انه الفريز سيجمنتيشن از ابريتراري، شغلة عشوائية، لأنه
أنا عندي مثلا على سبيل المثال هاي، إنه مثلا الآم أخذها مع الفريز هذه، مع الكلمة هذه، ولا أخذها مع الكلمة هاي؟ مين اللي بحدد هاي الشغلة؟ عندنا إحنا نحكي كيف، بس إنه يعني زي ما إحنا شفنا إنه إحنا طلعنا بدينا من السمولست فريز وشفنا إنه كبرنا الفريز، هذه شغلة. الشغلة الثانية إنه أختار اللارجر فريز ولا الفريزز الأصغر، يعني إنه أختار إنه هذه عبارة وهذه عبارة، ولا أختار إنه كل واحدة لحال، ولا أختارهم كلهم عبارة واحدة. قديش الفريز إنه يكون لارج أنا عندي، هذه الشغلة الثانية. طيب الكريتيك الثاني اللي هو السترونج اندبندنس اسامبشنز، ايش المفهوم تبعه؟ المفهوم تبعه انه الليكسيكال كونتكست انه دائما بيتم اعتباره within انه فريز بير، في هذه الحاله انه السبام السباس ام مع فن ويز، تمام، وانه هنا بيكون في انا عندي كونتكست معين موجود، يعني انه باخذ الكونتكست بعين الاعتبار، او انه الحاله الثانيه انه ما يكونش عندي كونتكست على الاطلاق. فمعنى ذلك انه يعني هنا معنى الكلام انه انا هذه العباره تيجي ترجمتها هذه العباره حسب السياق هذا، هيو في هنا سياق، لكن هنا بغض النظر عن السياق، هيو هنا محطوط يعني وات ايفر اجا، انه انا عندي من الكلمات هنا وهنا وهنا وهنا، دائما انه هذه العباره تيجي ترجمتها هذه العباره زي هيك بالضبط. طيب نيجي الان للسيجمنتيشن مينيمال فريز بيرز، يعني انا في عندي هنا مجموعه من يعني جمله، تمام، وهي الانجليش ايكوفالنت لإلها. ايش الفرق بينها وبين الجمله اللي تحت؟ انه انا ايش سويت؟ هذه قصيتها بس، تمام، انه هاي الفرق. انه انا بدي اصغر العبارات يعني، بس انه كمثال. طيب نيجي الان بدنا نعمل فورميليشن لهذه الشغله، وعشان نعمل فورميليشن بدنا ناخد مثال نشوف انه هل انا ممكن اصيغها في معادله نقدر ندخلها في التريننج، هاي الفكره في الموضوع. فانا بدي عندي مجموعه من الفريزز، عندي مجموعه من الـ يعني انه عندي الجمله هذه، تمام، هذه الجمله قسمتها لعبارات وبدي اترجمها. فايش بدي اسوي هذه الشغله؟ من خلال sequence of operations، من خلال سلسله من العمليات لترجمه لعبارات من السورس لانجويج للتارجت لانجويج. هاي اوبريشن رقم واحد. العملية الأولى إيش هي؟ إنه أعمل لي جنريت، ترجم يعني هذه الكلمة بالألمانية ما يقابلها هذه العبارة بالإنجليزي، تمام؟ هاي الكلمة بالألماني، تمام؟ هذه عبارة عن السورس وهذا عبارة عن التارجت. إجا هنا اوف كورس المؤشر وين انا عندي واقف؟ هنا هاي. بعد ما خلصت اول عبارة، او بعد ما خلصت اول عملية. العملية الثانية insert gap، شو سويت؟ انه هاي حطيت بالضبط مكان فاضي. ليش؟ لانه انا عندي هنا انه انا عندي جون، تمام، لكن هنا انا عندي انه جون هيها موجوده هنا، فبالتالي هنا بدي اعمل قفزه، بدي اعمل هنا جنريت لجاب، ولكن هنا انا بحط انه يعني جاب في السورس في الفورين لانجويج، اما في التارجت لانجويج ما فيش جاب، فبالتالي هنا انه هي جاب، وبعدين ترجم جون، ترجمتها ايش؟ جون، تمام. ف هاي جون انحطت بعد الجاب، وهنا ما فيش جاب، هاي جون.
بعدين جمب باك واحد، ارجع لي هنا، تمام، اللي هو عند المكان الفاضي، وبعدين ترجم لي الهات مع الهاز، تمام. فهي الهات اجت هنا في الجاب في هذا المكان، والهاز هيها اجت في هذا المكان. المؤشر وين اجى؟ بعد الهات مؤشر مباشرة الان. فايش بدي اسوي؟ جمب فورورد، حرك لي المؤشر هيك، تمام. بعدين انتوا عندكم في السلايد يمكن في غلط، اذا انتوا كنتوا طابعينها قديم. كيف؟ هذه هنا غيريها، انه غيري الكلمه، انه هذه جنريت، انه هذه الكلمه بالالماني يقابلها الفن، فهذه هي يقابلها الفن، تمام. بعدين جنريت ام وذ، ام وذ، وهي المؤشر موجود هنا. بعدين جنريت تارجت اونلي، يعني هذه الشغله موجوده بس بالتارجت اللي هي الذا، الام مع الويذ، بس الذا انا عندي هذه زياده، فبالتالي انه ضاف الذا هنا في الجنريت تارجت. بعدين جنريت انه هذه العباره او الكلمه ما يقابلها هذه الكلمه بالالمان بالانجليزي، فبالتالي انا عندي هنا سيكونس اوف 10 اوبريشنز، تمام. والاوبريشنز هذه ايش ممكن تكون؟ جنريت زي ما شفنا، جنريت تارجت اونلي، ما دام في جنريت تارجت اونلي مرت علي في المثال، في جنريت سورس اونلي، وفي انسيرت جاب، وفي جامب باك وجامب فورورد. والجامب باك والفورورد ممكن انه انا احط عدد الخطوات اللي انا بدي اقفزها. اخذنا ايش؟ واحد بيشبه ايش المحاضرة الماضية؟ صحيح. طيب هجيت هدول السيكونس اوف اوبريشنز ممكن ان انا اعتبرهم موديل واعتبرهم انجرام موديل، يعني في حال انه على سبيل المثال بدي اعتبرهم انه 5 جرام موديل، ايش معناته؟ انه هذه شو بدي احسب البروبابيليتي انه هذه الاوبريشن الثانيه مثلا، شو البروبابيليتي تبعت الاوبريشن الثانيه تكون انسيرت جيفن ذات انه اللي قبليها كان جنريت. هاي الفكره في الموضوع. فبالتالي هنا انه في الفايف جرام موديل انه هاي البروبابيليتي تبعت اول اوبريشن لحال، بعدين الثانيه جيفن الاولى، بعدين الثالثه جيفن الاولى والثانيه، وهكذا، لانه 5 جرامز. اخر واحد العشرة ايش بيكون؟ قبليها أربعة، اللي هو ستة وسبعة وثمانية وتسعة، تمام؟ هذا 5 جرام موديل. ما دام قدرت انه انا اصيغها على شكل انه انجرام موديل، بقدر انه انا اتعلمها ولا ما بقدرش؟ فبقدر انه انا ادخلها في التريننج، هاي الفكرة في الموضوع، تمام؟ ف يعني اوكي، يعني الفكرة في الموضوع هنا انه في الموديلنج انا عندي هذا اللانجويج موديل اوكي، وهذه الديس يعني الري اوردر ماشي اوكي، بس يعني الري اوردر في حد ذاته يعني هذه الفريز تبعت الترانسليشن ماشي اوكي، ممكن بعد السيجمنتيشن وبعد ما عملنا اكستراكت للفريزز اتعلمها واتعلمها من خلال الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن. فهنا في الادفانس موديلنج انه انا بدي ادخل يعني الاوبريشن سيكونس موديل، انه انا ادخله بشكل اضافي واقدر انه ادخله كفيتشر جديده عشان اقدر اتعلم يعني شو اترجم الخطوات عشان اعمل ترجمه من السورس للتارجت بالضبط. هاي الفكره في الموضوع، تمام. فهذا الكلام هي مكتوب في السلايد اللي بعديها، انه الاوبريشن سيكونس موديل از اديشنال فيتشر فانكشن، مش احنا عرفنا اتش واحد اتش اثنين اتش ثلاثة،
تمام. فالآن بنضيفها H4 ونتعلمها من الكوربس، وهذا بتعطي significant improvement على phrase based baseline. طبعا كلمة البيسلاين هذه في الماشين ليرنينج لازم الكلمة هذه انه تكونوا متعودين شو بتعني. عادة في الماشين ليرنينج بشكل عام انه انا في عندي مثلا تغييرات معينة بدي اجريها على الموديل، فباخد الموديل قبل التغييرات بسميه baseline، وبعدين بجري التغييرات عشان اقول التغييرات هذه والله ادت لتحسينات ولا لا. ما ينفعش انه انا اطبق التغييرات ويكون الموديل بدون مقارنة انه قبل وبعد، لا لازم يكون في قبل وبعد. وهذا الموديل كان يعني زي ما حكينا انه state of the art يعني لغاية 2017 زي ما حكينا. في الملخص يعني كانت انه المحاضرة هذه يعني حاولنا نحكي فيها على الفريز بيس ماشين ترانسليشن، كيف ممكن نعمل تريننج للموديل. اول حاجة بنجيب الوورد الاينمنت، بعدين بنعمل اكستراكشن للبير، بعدين بعمل لهم سكورينج، وبعدين بطبق الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن. بعدين في الادفانس موديلينج انه بس مجرد دخلنا اللوك لينير موديل وتعاملنا مع كل كومبوننت كسب موديل وادينا له ويت معين. واخر حاجه انه شفنا كيف ممكن نستخدم يعني او كيف يعني ايش هي الاوبريشن سيكونس موديل وكيف ممكن ندخله كاديشنال فيتشر فانكشن. تمام، في اي سؤال؟ صحيح، شيليهم من ضمن الاختصار. نعم، في اي سؤال؟